وعودة لكم مشاهدين الأحباء، عودة بكل محبة لمتابعة محطات أمسية الليلة من برنامجكم من عمان. كما شاهدنا قبل قليل برنامج ليش لازم، أطلقته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشراكة مع رؤية شباب. تفاصيل مختلفة حول هذا البرنامج والوعي الاجتماعي بين الشباب بشكل خاص برفقة ضيوفنا الكرام. نرحب باسمكم مشاهدينا بمزنة بنت سليمان الهادية، تنفيذي علاقات عامة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. مساء الخير مزنة. مساء النور عزيزتي. كما نرحب مشاهدينا بمروة بنت عبد الله الرواحية، اختصاصي إدارة مشاريع بشركة رؤية الشباب للخدمات والاستثمار. مساء الخير مروة. يا مساء النور حبيبتي بيان. نبدأ البداية معك مزنة، نعرف المشاهد الكريم بفكرة ليش لازم. برنامج ليش لازم هو في الحقيقة أستاذة بيان أطلقته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة رؤية الشباب. الهدف العام كان للبرنامج هو تعزيز المعرفة بالحماية الاجتماعية التي تضمن أيضا التكافل الاجتماعي وتضمن أيضا حقوق الأجيال القادمة. هذا البرنامج استهدف فئة الطلبة من الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وكذلك استهدف الباحثين عن عمل من الخريجين من هذه الجامعات. نعم، يعني هذا الوعي يصنع للشباب من خلال برامج ومحتوى مقدم من رؤية الشباب. نتحدث عن هذا المحتوى مروة. مثل ما ذكرت زميلتي مزنة، أنه رؤية الشباب عملت بتقديم برنامج ليش لازم بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. المحتوى للبرنامج قمنا بإعداد طريقة مبتكرة في المحتوى نفسه. مثل ما نعرف موضوع مثل موضوع التأمينات الاجتماعية نوعا ما موضوع دسم، موضوع يعني مش معقد، ولكن نوعا ما يحتاج إلى أدوات مبتكرة لتقديمه للبحث عن عمل وللطلاب الجامعيين المقبلين على سنة التخرج. فمن أدوات مبتكرة اللي استخدمناها بالإضافة إلى الكتيب التعليمي والإرشادي، أيضا قمنا بإعداد لعبة محاكاة افتراضية تجعل الباحث عن عمل أو الطالب الجامعي المشارك أنه يعيش واقعيا المرحلة الوظيفية اللي يمر فيها الموظف على مدى 50 عاما. اللعبة تمر بتحديات مختلفة. فأول شيء نقوم بتشكيل مجموعات للمشاركين، بحيث أنه كل شخص في الجروب يمسك دور معين. في منهم الحاسب المعارضة الرياضية، في منهم القائد وغيرها من الأدوار. في اللعبة نفسها نقوم بعمل تحديات مشابهة للتحديات اللي يمر فيها الموظف في القطاع الخاص. فمثلا عندنا إصابات عمل، أو مثلا بعض الأشخاص يسجلوا بوقت متأخر في النظام من هيئة التأمينات الاجتماعية، أو بعض منهم أيضا يقوم بالتقاعد بوقت مبكر. فكلها لها عقبات، لها تبعات، هذا كله مرتبط بتسجيلك أنت في التأمينات الاجتماعية. جميل. فعلى سبيل المثال في نهاية العمل أو في نهاية اللعبة يكتشف البعض أنه صارت في عنده ديون. الجروبات في بعض من المجموعات صارت تكتشف أنه أوكي نحن قاعدين نمشي في الطريقة الصحيحة. هذا كله يخليهم يستنتجوا أن تسجيلك في التأمينات الاجتماعية له أول شيء نفع بالنسبة لك أنت وبالنسبة لوظيفتك وبالنسبة لحياتك ما بعد التقاعد، وتأخرك فيه يؤدي إلى خسائر. فلا بد أن يكون الشباب واعي، لا بد أن يكون الشباب يعني على معرفة وعلم بالهيئة بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية. واليوم إيمانا من الهيئة بتعزيز هذا الوعي جاءت هذه الفكرة. نتساءل هنا أيضا عن هذه الفكرة، كيف انبثقت بالنسبة لكم؟ بالفعل سؤال جيد. فيما يتعلق بالفكرة، فقط في البداية نشير إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة مبادرات أخرى ضمن المشروع الاستراتيجي الذي وضعته الهيئة، والذي يهتم بتعزيز التعاون الأكاديمي أو التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية. فكانت هناك حزمة مخصصة للطلبة الدارسين في المدارس عن طريق وزارة التربية والتعليم، وذلك بتخصيص جرعات تعزز مفاهيم التأمينات الاجتماعية في تلك المدارس. وأيضا هناك حزمة خاصة بالدارسين في مؤسسات التعليم العالي والباحثين عن عمل. نعم. أيضا يجب التركيز هنا أنه في الواقع نحن في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نعمل من خلال رسالتنا إلى توفير حماية اجتماعية. هذه الحماية يجب أن تكون مستدامة وكذلك عادلة. هذا أيضا جنبا إلى جنب مع رؤية عمان 2040، كون أنه هناك توجه استراتيجي
ضمن أولوية الرفاه وأيضا الحماية الاجتماعية. هذا التوجه يرمي كذلك إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أيضا تكفل للمواطن أن يعيش حياة كريمة. فبالتالي المواطن أو لنقل الباحث عن عمل قبل انخراطه في سوق العمل لا يمكن أن نحقق نحن رسالتنا ولا يمكن أن يتحقق هذا التوجه إذا كان الباحث عن عمل غير مؤمن بأهمية أن يكون تحت مظلة حماية اجتماعية. هذه المظلة تحمي من المخاطر بالضبط. ومثل ما تحدثنا ليس فقط مخاطر التقاعد أو الشيخوخة، إنما هناك أيضا مخاطر أخرى قد يتعرض لها مثل ما قالت الأخت مروة أثناء مسيرته في عمله. نتحدث عن إصابات العمل والأمراض المهنية، عن الوفاة وكذلك العجز، وأخيرا عن إنهاء خدماته لأسباب خارجة عن إرادته. فكل هذه مخاطر قد يتعرض لها العامل في القطاع الخاص، فبالتالي يجب أن يضمن أن هناك مظلة تحميه توفر له الحماية وتوفر له عيش حياة كريمة له ولعائلته. كذلك نحن أيضا في التأمينات الاجتماعية نركز على مبادئ وقيم، وهي في الواقع مبادئ وقيم مستمدة من تعاليمنا الإسلامية وتعاليم ديننا الإسلامي وتراثنا العربي والعماني. في صناديق التقاعد آلية عملها تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي، بحيث أنه كل فرد يشد عضد الفرد الآخر. وأيضا نتحدث عن مبادئ الادخار، مبادئ ضمان حقوق الأجيال القادمة. كل هذه المبادئ لابد نحن كتأمينات اجتماعية كونها جهة اختصاص أن تعززها في هذه الفئة، فئة الشباب. ومهمة مبادرة تأتي ضمن سلسلة كما ذكرتي في حديثك مروة، أهمية اليوم أن الشباب يكونوا على إلمام تام بهذه المعارف والتخطيط لحياتهم حتى خلال مسيرة عملهم. لابد أنه أهمية جدا كبيرة أنه يكون الشاب ملم عن التأمينات الاجتماعية وأهميتها في حياته. أنت غدا يمكن تكون ما مستمر في وظيفتك، أو أنت غدا صار لك أي إصابات، أو أنك وصلت لسن التقاعد، في ما بعد التقاعد عندك ضمان جدا مهم لعيش حياة كريمة برفاهية مطلوبة. أيضا حاليا لابد أن يكون الشباب واعي ومتعلم في جميع المجالات وفي مختلف الأمور، فوعيهم بأهمية التأمينات الاجتماعية هذا يخليهم أنهم هم يكونوا مهيئين للانطلاق لسوق العمل بالطريقة الصحيحة، بالذات أنهم هم باحثين عن عمل مقبلين على التخرج، أيضا حتى الطلاب الجامعيين اللي في آخر السنوات الدراسية. نعم، يعني في جانب آخر أيضا بالنسبة للمشاركين مزنة، أهم المعارف والمهارات التي تعلموها خلال هذا البرنامج لو نبرزها للمشاهد الكريم. أيوة، طبعا هو الطالب أو الباحث عن عمل يدخل هذا البرنامج بغض النظر عن مستوى معرفته عن الحماية الاجتماعية، من خلال لعبة المحاكاة اللي هي 50 سنة قادمة من حياته يفترض أنه هو يعني تترسخ لديه فكرة أهمية أن يكون تحت مظلة صندوق تقاعدي أو تأمينات اجتماعية أو حماية اجتماعية تكفل له مثل ما ذكرت سابقا عيش حياة كريمة. فبالتالي هو راح من خلال هذه الحسابات الرياضية راح يتعرف على إيش الواجبات وإيش أيضا الحقوق. نتحدث عن التسجيل والاشتراكات، ماذا يدفع للتأمينات الاجتماعية وماذا يستحق. طبعا هناك الكثير من المنافع تشترط مجموعة من الشروط، نتكلم عن التقاعد، سن معينة ومدة خدمة معينة، لكن أيضا على الجانب الآخر هناك منافع لا تشترط، ومجرد دخولك للنظام فأنت تستطيع أن تستفيد منها كإصابات العمل مثلا والأمراض المهنية. فهو بالمجمل يتعرف على أهمية تسجيله في التأمينات الاجتماعية، ما هي الحقوق التي يحصل عليها، وأيضا ما هي الواجبات التي يقدمها. نعم، طيب كيف لمستم تفاعل الشباب مروة خلال البرنامج؟ سؤال جدا جيد بيان، لأنه نحن مثل ما ذكرت مسبقا موضوع التأمينات شوي موضوع دسم. فحتى كنا قبل أن نبدأ البرنامج نسألهم عن مدى معرفتهم عن الموضوع، عن مدى استماعهم للموضوع مسبقا، فكان نسبة 90% من المشاركين في البرنامج صاروا ملمين إلمام تام عن التأمينات الاجتماعية. أيضا نسبة 92% من المشاركين صاروا واعين عن النسبة التي يصرفها المؤمن بالنسبة للمؤمن عليه. كل هذه الأمور صار الشباب واعي
واعي جدا عنها. حتى بالنسبة للأسلوب المستخدم لابد أن يكون الأسلوب المستخدم يناسب سيكولوجية الشباب بنفسهم. الشباب اليوم شباب واعي، شباب فاهم، شباب متطلع. ما ممكن نتبع الأسلوب التقليدي في تلقين المعرفة، لابد من وجود طرق مبتكرة في إعداد المحتوى، في صياغة الأدوات المستخدمة أيضا، في جميع الأمور في المحتوى. هذا الشيء ساعد أيضا أنه نسبة التوعية بالنسبة للتمادة الاجتماعية تزيد أكثر. نعم. الإقبال من قبل المشاركين يزيد أكثر. فكنا ورشة عن ورشة، تقريبا احنا فدنا 5 ورش، في كل ورشة عدد المستفيدين 200، وصلنا إلى 220 مستفيد وأكثر. تمام. لأنه الأسلوب كان له دور جدا كبير، لاحظنا نسبة التفاعل يوم عن يوم كانت تزيد، رغم أنه مدة الورشة كان 4 ساعات. طوال 4 ساعات كان التفاعل جدا إيجابي من بداية الورشة إلى نهاية الورشة. طريقة تقديم المعلومة تفرق بالضبط من مؤسسة إلى أخرى. بالمناسبة، كيف ترون تجربتكم أيضا في الهيئة في التعاون مع مؤسسات تعنى بالشباب في تنظيم مثل هذه المبادرات؟ نعم، هو في البداية انتهز فقط الفرصة لأهنئ الشباب بمركز الشباب العماني بالضبط. اليوم اللي تأسس، ونتمنى أن يكون حاضنة للمبادرات الشبابية. وفي الواقع نحن في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دائما ما نخصص مجموعة من المبادرات ضمن مشاريع استراتيجية تعنى بفئة الشباب. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، كان عندنا هكاثون التأمينات. الهكاثون سلط الضوء على المشاكل أو التحديات اللي تواجهها الهيئة في تقديم الخدمات الإلكترونية. نعم. واستطاعت الهيئة أن تستقطب أكثر من 100 شاب قدم مجموعة من الأفكار في مجال التقنية وتحسين الخدمات وتقديم الحلول المناسبة للخدمات الإلكترونية، أبرزها تشات بوت تم تدشينه. هو في الواقع فكرة شباب عماني اشتغل في هذا الهكاثون. وأيضا بوجود الأخت مروة والشباب العماني من مؤسسة رؤية الشباب، هم خير مثال صراحة يحتذى به. بالضبط. يمكن التعامل الأول بس ما راح يكون أكيد الأخير، فاستطعنا من خلالهم أنه نستقطب الشباب، وأيضا يعني نتدارس مع بعضهم بعض التحديات ونصل إلى هذه المفاهيم اللي قد تكون مغلوطة عن التأمينات الاجتماعية. مثل ما ذكرت هي مفاهيم موجودة أصلا في، ليست بجديدة يعني علينا نحن كعمانيين، نتكلم عن التكافل، عن الادخار وإلى آخره، لكن محتاجة إلى تعزيز. نعم، ودائما البرامج تصنع من الشباب أنفسهم وتنقل عن طريق الشباب، هي تكون يعني أكبر وأكثر وصولا إلى الشباب، وهذا أعتقد ما هو سبب نجاح رؤية الشباب في تنفيذ العديد من الفعاليات. عموما شكرا لكم على هذا الحديث الشبابي الرائع. مروة بنت عبد الله الرواحية، اختصاصي إدارة مشاريع بشركة رؤية الشباب للخدمات والاستثمار، ومزنة بنت سليمان الهادية، تنفيذي علاقات عامة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. شكرا جزيلا لكم. شكرا على الاستضافة. والشكر دائما موصول لكم أيها الأحبة على متابعتكم الطيبة لبرنامجكم من عمان، حيث الروح العمانية الأصيلة تنعكس هنا من خلال صور تتجلى في عطاءات وأدوار ومساهمات وطنية مختلفة. أجمل التحايا منا جميعا ومن مخرجنا إبراهيم السجالي. إلى اللقاء، ليلة سعيدة.